هو طبعا فوز الجزيرة على بن ياسر. الكرة الأسبرية داخل منطقة الجزاء في المرمى، الثانية 54 تعلن عن هدف عيناوي بكعب مرزوق، والعيناوي كعبة عالي وعالي عالي. العيناوي يتقدم بأول أهداف المباراة بخطأ دفاعي كبير من مدافع الشباب في الثانية 55. يا ولد يا مرزوق، كيف حطها مرزوق، أجمل أهدافه وينك. غريبة عجيبة وللعيناوية حبيبة في اللقطة الماضية، ستكون أحد أجمل أهداف العين هذا الموسم بكعبة محمد مرزوق، يسجل هدف في الثانية الرابعة. خالد عيسى، تمريرة خاطئة من خالد، نتيجة الثقة الزايدة بتعود للشباب. الكرة في أنويفا داخل منطقة الجزاء من المرمى، سواها الشباب وعاقب العين من أول لمسة من ناصر مسعود، يضعها في المرمى ويعلن عن تعديل النتيجة 1-1. ناصر مسعود يسجل هدف يفرح الشبابية والأهلاوية لأول مرة، عيال ديرة يفرحون في لقطة واحدة، لمسة أولى لناصر مسعود، غلطة خالد عيسى في اللقطة الماضية. شايب الكرة اللي عدت، مو بهذه شايب من وين العيناوية عدوها لحارس مرماهم. شوف الخطأ اللي ارتكبه خالد عيسى، نتيجة الثقة الزايدة خذها لوفانور، تقدم لوفانور صنع الكرة وهدت الكرة الآن من جونينيو لناصر مسعود في المرمى. قلنا العين لما يلعب أمام الهجوم الأضعف في دورينا لازم يستقبل أهداف، حدث ذلك أمام الشعب بهدفين في مرمى، حدث ذلك. أقرب لمهند العنزي أيضا بالخطأ، ارتداد لوفانور، يا السلام، الشباب يهزم العين الشبابين، يفعلون هنا من أجل فرحة هناك. الشباب قتل الصدارة العيناوية ويهديها على طبق من ذهب للأهلاوية. هنا الشباب يسجل الثاني عن طريق داوود، عن طريق داوود ليختر زلاتكو ورفاقه للمرة الأولى على ملعبهم سم، ويتقدم للشباب كلمة. قلنا كبير وجريح وله كلمة، وهو ما حدث فعلا اليوم.